لأن إحنا لازم نصارح الشعب بحقيقة الأوضاع، لازم الناس تبقى عارفة الحقيقة فين، لازم تبقى عارفة المشاكل الموجودة إيه. مش بقولك إنه كل المؤسسات الحكومية شغالة بأكفأ شكل ممكن، ولكن في اختلالات بقالها فترات طويلة في ملفات مختلفة مسببة هذا الموضوع. وصدقني أستاذ أحمد إنه كل تأخر في قرار اقتصادي سليم بيأذي الفقراء أكثر بكثير، أو بيأذي ذوي الدخل المحدود أكثر بكثير من إن أنا أكون بفتهم. قد تكون مقولة في رأيي ظاهرها الرحمة، ولكن في رأيي برضو إنه باطنها العذاب. التأخر كثيرا، خليني أقول لسيادتك إنه من الحسابات الدعم في الهيئة المصرية العامة للبترول، وأنا الحقيقة في سنة بداية 2005 كنت موجود رئيس لجنة حساب الدعم فيه مع الهيئة المصرية العامة للبترول، على مدار السنوات، على مدار 10-12 سنة اللي فاتوا، لو شلت رقم الدعم من ميزانيات الهيئة المصرية العامة للبترول هتلاقي انها تحملت خسائر قد تقترب من 500 مليار جنيه. خبر حضرتك ازاي ذوي الدخل المحدود بيستفيدوا بالرقم ده بنسبة لا تزيد عن 20-25%، الباقي انت حضرتك عمال بتدي فلوس لناس ما طلبتهاش منك. واخد بالك لما يكون حد عنده عربية غالية، انت حضرتك لو بصيت بالارقام هتلاقي انه من العربيات اللي هي مرخصة تقريبا في اكتر من 2.5 مليون عربية، السعة اللترية لهذه السيارات اكتر من 1500 سي سي. واخد بالك ازاي؟ فبالتالي انت النهاردة بتقعد على فترات طويلة بتدي للناس ميزة هما مش محتاجينها منك وما طلبوهاش منك، لكن انت بتروح تديها لهم. واخد بال سيادتك ازاي؟ بالشكل اللي انت بتديله هذه الميزه وما طلبهاش منك، وفي واحد تاني مستنيك عايز ان انت تعمل له حاجات في نواحي مختلفه زي تعليم وصحه وبرامج حمايه اجتماعيه، ما بتروحلوش لان انت بتجهد نفسك بعدم اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم. طيب لما حضرتك بتتكلم على النسبه انه بنتكلم 20-25% تقريبا اللي هم محدودي الدخل او الاقل دخلا او الاكثر احتياجا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، نسبتهم تقريبا قد ايه؟ لانه طول الوقت نتكلم على الاكثر احتياج، كام نسبتهم من 91 مليون؟ كام نسبه المتوسط الدخل؟ كام نسبه الاغنياء؟ يعني بص حضرتك تقريبا هل عندنا احصائيه؟ هو الكلام انه يعني الدراسات انه اللي في خط الفقر 25%، واللي حوالين خط الفقر ممكن يبقوا 10% 15% كمان. لكن لو انا هقعد اتكلم، ما هو في برامج حمايه اجتماعيه حاصله، بمعنى انه حضرتك من 2009 2010 برامج الحمايه الاجتماعيه بما فيها دعم المعاشات اللي جاي من الدوله زاد من 34 مليار جنيه الى 134 مليار جنيه. اللي اتعمل برامج في خلال الفتره الايام القليله الماضيه بيقترب من او بيزيد عن ال 10 مليار جنيه، منها زي ما كان سياده الرئيس اصدر تعليمات بزياده بطاقات التموين ب 3 جنيه لو تفتكر حضرتك قبل 30/6، ومره ثانيه 15/8/18 من 15/18/21 ده العبء المالي بتاعهم 5 مليار جنيه. النهارده لو بنتكلم على زياده الشراء القمح من 420 الارداب من 420 ل 430 ده بيزود مليار جنيه. البرامج تكافل وكرامه بتزيد من حوالي كان هيوصل مليون و400 هيوصل مليون و750 وبتكلفه 2-3 مليار جنيه. بعض الامور الاخرى هنا وهناك توصلنا ليه اكتر من 10 مليار جنيه كبرامج للحمايه الاجتماعيه. فبالتالي الدوله بالرغم من الصعوبات اللي كانت موجوده في النواحي الماليه، الدوله لا بتوفر مجهود ولا بتوفر اموال في سبيل انها تزود هذا الموضوع، بمعنى ان دعم السلع التموينيه النهارده بنصل في السنه دي الى 50 مليار جنيه. واخد بال سيادتك ازاي؟ دعم تكافل وكرامه والضمان الاجتماعي هنصل الى اكثر من 15 مليار جنيه، زائد حط عليهم حضرتك دعم الدوله للمعاشات برضو وهو رقم كبير، زدنا من حوالي 4 مليار جنيه في 2009 2010 دلوقتي واصلين الى حوالي 56-57 مليار جنيه. في ناس طلبت وقالت انه بعد الزيادات ديت والمشاكل اللي احنا بنتحملها الحد الادنى ما بقاش النهارده مناسب 1200 جنيه. يعني ايه 1200 جنيه؟ هل في تفكير ان انتم ممكن تزودوا الحد الادنى؟ في مطالبات، البعض قال لك ممكن يبقى 1500، بعض الناس اتكلموا على يبقى 2000 جنيه، ايه تفكير الحكومه؟ هل في نيه دلوقتي ولا ده مش وارد في ظل الضغوط اللي عندنا والعجز اللي عندنا؟ لم يتم مناقشه هذا الموضوع، وحضرتك احنا برضو يعني ممكن نبقى يعني بشكل او باخر ماشيين فيه باستمرار في دايره مفرغه. احنا احد الحاجات المهمه جدا ان احنا ما نستمرش بعجز في مستويات ال 12-13%
لفترة مش عايزين نستمر بيه لفترة قد تقترب من 10 سنوات. طب احنا تقريبا وصلنا فيه لست او سبع سنوات بنسب عالية، لازم يبتدي هذا العجز يبتدي يقل. انا زي ما قلت لسيادتك انه اللي هو اقل من 10% نبتدي من 10%. طب انا هحكي لسيادتك قصة لما كنت في الاي ام اف اخر مرة. اندونيسيا وتركيا يتكلموا اخبار حيك زي بيتكلموا على نمو 4% دين للناتج المحلي الاجمالي، تقريبا الاثنين ارقام متقاربه، دين للناتج المحلي الاجمالي 30 ل 35%، عجز موازنه 3-4%. واخبار حيك ازاي؟ انا عندي نمو 4 و4.25%، واخبار سيادتك ازاي؟ لكن عندي عجز موازنه 12.2% في 15-16، وعندي دين للناتج المحلي الاجمالي على عند حدود 100%. واخبار حيك ازاي؟ هذه الارقام لو تركت من غير التعامل معها بشكل سليم هنلاقي الدين راح معانا ل 105 و110 و120 وهنروح لمشكله. الافضل ان انا اتعامل من بدري في هذه المشكلات. في وقت من الاوقات تاريخيا كان عندنا وصلنا ل 150 و200%، كان التضخم وصل لحاجه 20%، ولكن اتخذت قرارات وقتها في سنه 90 في يناير 90 تحديدا، اتخذت قرارات في الاصلاحات النقديه واخبار حيك ازاي، وليست في الإصلاحات المالية. 2003-2004 اتخذت إجراءات في الإصلاحات النقدية وإجراءات في الإصلاحات المالية، لكن في كان إصلاحات هيكلية مطلوبة برضو لم تتم اللي أنا قلت لحضرتك عليها. المرة دي الخطة واضحة وفيها تركيز إن احنا يجب أن نخرج من الفترة الطويلة في عدم التعامل مع المشكلات، لان بمجرد هيبقى في فترة صعبة، هيبقى في فترة ضاغطة، ما فيش كلام، لكن نتكلم على شهور ولا سنوات؟ صراحة يعني كوزير مالية حاطين الخطة قد ايه؟ 6 شهور 7 شهور سنة؟ يعني